وبالتالي نستطيع فعلا أن نلاحق هذه. مثلا تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الجمارك، الذهب وتجارتي وتهريبي، السجون ومراكز الاحتجاز، كلها فيها فساد. كل هذه الملفات فيها فساد، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المحافظات والوزارات والمؤسسات، تجارة الحبوب والمواشي، الضرائب والتهرب منها، والأتاوات والكوميسيونات، مزاد العملة والتحويل الخارجي، التقاعد، ملف الشهداء السجناء إلى آخره، والمخدرات وتجارة الآثار، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، الزراعة والأسمدة والمبيدات، تسجيل السيارات والعقود والأرقام، الإقامة وسمات الدخول، الأيدي العاملة الأجنبية، الكهرباء، توزيع إنتاج الأدوية، البطاقة التموينية، الرعاية الاجتماعية، السلف المالية المصروفة بدون غطاء، التعيينات وبيع المناصب، العقود الحكومية عموما، تهريب الحديد والسكراب وغيرها، الامتحانات وبيع الأسئلة، المناهج وطباعة الكتب، المشاريع المتوقفة والمشاريع الوهمية، القروض المالية، شبكة الاتصالات والإنترنت والهواتف النقالة، الإعلام والمواقع وشبكات التواصل، ملف النازحين والفساد المالي والإدارة.